نكمل يا جماعة اللي بدأناه الفيديو اللي فات. احنا الفيديو اللي فات شرحنا كل حاجة متعلقة بالكيتون بوديز ميتابوليزم، فضروري قبل ما تيجي تحضر دلوقتي تحضر الفيديو اللي فات. احنا كل اللي هنعمله هنا هنوضح اي حاجة غريبة في الكتاب وهنحل شوية ام سي كيوز، وكالعادة لو انت بره جامعة سوهاج عايز ام سي كيوز على طول هحط التايم تاج في الديسكريبشن، واللي عايز يوصل هناك يعني يتفضل يروح على طول. انا هنا مش هقرا كل حاجة يعني في الكتاب، انا هوضح أوضح الحاجات اللي محتاجة تتوضح أو هفسر يعني الكلام كده على طول، مش هقراه بالنص. اللي بيقوله في الجملة ديت إن أنا في بعض الميتابوليك كونديشنز اللي فيها بيتا أوكسيديشن عالي، هاي ريت أوف فاتي أسيد أوكسيديشن، أنا هنتج أسيتايل كوي كتير، وبالتالي هنتج كمية كبيرة من الأسيتو أسيتيك أسيد والبيتا هيدروكسي بيوتريت أو بيوتريك أسيد اللي هم دول الكيتون بوديز. يعني الأسيتو أسيتيك أسيد أو الأسيتو أسيتيت هيحصل له spontaneous carboxylation، يروح مدينا الاسيتون، والثلاث مركبات دول هما الكيتون بودز. كيتوجينيسيس بتحصل بشكل اساسي في الليفر، وخصوصا فيها بقى في الميتوكوندريا اللي فيها معظم الانزيمز بتاعت الكيتوجينيسيس، وباقي الخلايا اللي هي اكسترا هيباتيك اللي غير الليفر يعني بتستخدمها كحاجات مصادر للطاقه، بتستخدم الكيتون بودز كمصادر للطاقه. الكلام ده بيحصل ليه؟ عشان انا في الكيتون بودز عندي هنا بص بيقول لك بقى يعني تفسير كل الكلام دوت. في الليفر في نشاط عالي للانزيمات اللي بتعمل كيتوجينيسيس ونشاط قليل للانزيمات اللي بتعمل كيتولوسيس، او في انزيمات منهم غايبه. انما في الاكسترا هيباتيك العكس، النشاط بتاع الكيتو حاجه انزيمات الكيتوجينيسيس قليل خالص والكيتولوسيس عالي. اكتيف انزيماتيك ميكانيزم ذا ليفر فور برودكشن، بيقول لك اكتيف انزيماتيك ميكانيزم يعني في البرودكشن، الميكانيزم بتاعت البرودكشن شغاله اكتيف وفيري لو اكتيفيتي في انزيمز ريسبونسبل اوف ذير يوتيلايزيشن، الحاجات اللي بتكسرهم ليها فيري لو اكتيفيتي، والعكس في الاكسترا هيباتيك. ماشي، دخل في الخطوات. اول حاجه بيقول لك سيتو ستايلكو ايه بيتعمل، بعد كده يديك اسيتو اسيتيت بيتعمل ازاي. يا اما اتنين اسيتايل كو ايه بيحصل لهم كوندنسيشن عن طريق السايليز، او البيتا اوكسيديشن يديني اسيتو اسيتايل كو ايه على طول اربع كربونات. اسيتو اسيتايل كو ايه هحوله بعدين لاسيتو اسيتيت بواسوي من اتنين، الاولاني اللي قلت لكم عليه في الفيديو سيمبل دي اسايليشن بدون اي توضيح اكتر من كده. انا النقطه دي بكل صراحه ما شفتهاش في تكستات، مش هطول فيها. او كوندنسيشن ويز اسيتايل كو اي، ان انا ازود اسيتايل كو اي تديني هامك كو اي، بعد كده اشيلها تاني ويديني اسيتو اسيتيت. والاتش ام جي كو اي سينسيز ولايز الاثنين موجودين في الميتوكوندريا، ودوت هو الميجر باس واي في الكيتوجينيسيس يعني في الخطوه دي. بعد كده هعمل البيتا هيدروكسي بيتريت عن طريق البيتا هيدروكسي بيتريت دي هيدروجينيز، واللي بيشتغل باخد الاتش اي بقى من النادلش بلس اتش. الانزيم ده موجود في الميتوكوندريا بتاعت تيشوز كتير. الاسيتون بيبقى سبونتينيوس ديكربوكسيليشن، بيبقى اكسبايرد يعني بيخرج في اللنج، بيخرج في اليورين، ولكن اساسا بيخرج من النفس يعني بتاع اللنج. في اللي عنده دايبيتس و يعني حصل له دايبيتيك كيتو اسيدوزس، اليورين والنفس بيبقى ليهم ريحة الأسيتون اللي هي فروتي أودر يعني، وده بيقول لك إن في كيتونيميا، في كيتون بودز كتيرة في الدم. تمام، بعد ما الكيتون بودز تتعمل في الليفر بيحصل لهم ديفيوجن بقى للبلاد فيسلز وتتنقل على البلاد، في شوية منهم بيفقدوا في اليورين بشكل طبيعي يعني في الاكسكريشن من الكيدنيز. الريجوليشن هيقول لك شوية كلام عام، بعد كده حالتين عكس بعض. أو الكلام العام إن لو كان في لايبوليسيس كتيرة هنتج فري فاتي أسيد كتير في موجودين في البلازما، والليفر في كل الحالات أيا كانت كمية الفاتي أسيدز الفري فاتي أسيدز اللي بتعدي عليه هيقدر يمتص أو ياخد يدخل جوه حوالي 30% منهم. يعني لو كانوا قليلين هياخد 30% منهم، ولو كتار هياخد 30% منهم، ولكن لو قليلين هياخد قليل بقى 30% من قليل قليل، 30% من الكتير كتير. بس كده
تمام، هو ده اللي بيقوله لك at high concentrations amount extracted by the liver is increased. حلو، الفري فاتي اسيدز بعد ما يحصل لهم بيتا اوكسيديشن او اكتيفيشن يعني للاسايل كو ايه، هيحصل له هيدخلوا بسوي من الاثنين، يا اما استروفيكيشن يعملوا اسايل جليسرول تراي اسايل جليسرول فوسفوليبيدز ان كان، او بيتا اوكسيديشن ويدونا اسيتايل كو ايه. اسيتايل كو ايه لما ينتج هستخدمه في السيتريك اسيد سايكل او الكيتون بادز. هو هنا بيكلمك عن كل الطرق المتاحه، ودلوقتي هيفصل لك بقى في حاله كذا كذا همشي في طريق كذا كذا كذا، وفي الحالة التانية الطريق المختلف. بعد الوجبة، بعد ما تكون لسه واكل، الكيتوجينيسيس بيحصل لها انهبيشن ازاي؟ تعالوا نغير اللون، ماشي ده حلو. الانسولين هيطلع والانسولين هيعمل انهبيشن لللايبوليسيس، لما عامل انهبيشن لللايبوليسيس الليفل اوف بلازما فري فاتي اسيدز هيقل، وبالتالي الليفر هي اكستراكت كمية أقل من الفري فاتي أسيدز. وبما إن الفاتي أسيدز هي يعني هي اللي بيحصل لها بيتا أكسيديشن دي أسيتايل كو إيه، هي المصدر يعني نوعا ما الأساسي للكيتوجينيسيس، ف تكريس كيتوجينيسيس. وفي نفس الوقت بقى أنا هعمل إنهبيشن للبيتا أكسيديشن، ف هعمل إنهبيشن للتكسير، وهزود إن أنا أستخدمهم في البناء بقى الاسترفيكيشن، هعمل استر يعني تراي اسايد جليسرول مثلا، واخزن تراي اسايد جليسرول ده انا بعد الوجبه واكل ومش محتاج انتج، محتاج اخزن. الاسترفيكيشن ستيميوليتد وايل بيتا اوكسيديشن از انهبيتد. ليه بقى؟ قالوا بخط اصغر بيفصل النقطه دي، هيتكون جليسرول 3 فوسفات اكتر، وده بيبقى مهم في الاسترفيكيشن، فلما ده يزيد هيزود دواء. الانسولين هيزود الاكتيفيتي بتاعت اسايل ترانسفيريز، وهيقلل الاكتيفيتي بتاعت كارنيتين اسايل ترانسفيريز. دوا شغال في الاسترفيكيشن، فلما ازود شغله هزود الاسترفيكيشن. ده كان بيدخل لي الفاتي اسيد جوه الميتوكوندريا عشان يعني في ضمن البيتا اوكسيديشن، فلما دوت يقل هقلل البيتا اوكسيديشن، لما اقلل البيتا اوكسيديشن هقلل الاسيتايل كو اي وهقلل الكيتوجينيسيس. في حاله الاستارفيشن ساعتها بقى انا محتاج اعمل كيتون بادز، فشغل كيتوجينيسيس، الجلوكاجون هيطلع، ده هيزود اللايبوليسيس، هزود الفري فاتي اسيدز في البلازما، الليفر هياخد منهم اكتر، وهنتج اسيتايل كو اي اكتر بالبيتا اوكسيديشن. هنا بيقول لك الاسيتايل كو ايه، اما هيحصل له بيولوجيكال اوكسيديشن يعني ان هو يدخل كيف سايكل وهكذا، او يعمل كيتون بارز. لو انا عندي في الخليه طاقه كتيره فانا مش محتاج اعمل كيف سايكل، فاروح مشفت على كيتون بارز فورميشن. لو انا مش عندي اي تي بي قليل محتاج طاقه، لا هستخدمه في كيف سايكل عندي. لكن في كلمه جملتين كده يعني مش هوضحهم، هو مولكيولر فالميتيت جيفز 33 مول اي تي بي لو انا هعمل اسيت اسيتات، و1 مولكيول بيرميتيت هي هتديني 120 مول اس بي لو انا عملت لها بيولوجيكال اوكسيديشن في كريبس سايكل. الكلام ده جاي منين؟ جاي من التالي، ان انا في العادي ال 1 مولكيول اللي هو بيرميتيت الفاتي اسيد اللي هي 16 كربوناية هتديني 7 فاد اتش 2 و7 ناد اتش، هتديني 12، هتديني يعني مجموعة كده من 8 تقريبا أسيتايل كو إيه، 8، وكل واحد منهم هيديني 12 اي تي بي، فالتمانية في 12 96، هيبقى 96 اي تي بي جايين من أسيتايل كو إيه دخوله جوه كريب سايكل، وفي 2 اي تي بي بستخدمهم اكتيفيشن فبطرحهم. فانا لو ال 1 مولكيول فالميتيد دي طلعت منها دول ودخلتها كريبس سايكل وطلعت منها كل الاي تي بي دوت، فانا هطلع منها 131 ناقص 2 يبقى 129، وهنرجع هنوريكم هو كاتبها يعني. ولو ما دخلتش، لو انا شلت الحته دي كلها كده وما دخلتش كريبس سايكل اصلا، اكتفيت بكل اللي ما قبلها، فانا مش هنتج ال 96 اي تي بي دول، هنتج ال 14 زائد 21 35 ناقص 2 اكتيفيشن 33، وهي ديت النقطة دي بكل بساطة أو 33. إذا الكيتوجينيسيس تقدر تقول إنها ميكانيزم تخلي الليفر
يأكسدايز كمية كبيرة من الفاتي أسيد من غير ما يستخدم طاقة كتير. تكسير الكيتون بوديز، المكان الأساسي للتكسير هو الليفر، ولكن المكان الأساسي سوري المكان الأساسي للبرودكشن هو الليفر، ولكن الليفر ما بيقدرش يستخدم الكيتون بوديز اللي هو أنتجها علشان الإنزيمز الأساسية في الأكتيفيشن ديت مش موجودة فيه، أو في بعضها لأكتيفيتي قليلة خالص. على سبيل المثال سايفوريز أو سيتو أسيتيت سايوكاينيز، الاسم ده احنا ما شفناهوش في الباسواي، لكن يعني معنى كلمة سايوكاينيز هو الإنزيم اللي بيحط كو إيه. فأنت يعني لما تيجي تفسر كده الإنزيم اللي هو كاتبه أسيتو أسيتيت سايوكاينيز، هيحط كو إيه على أسيتو أسيتيت، يدينا أسيتو أسيتيل كو إيه، ماشي نعدي. تمام. الكيتون بوديز بيخرجوا من الليفر ميتوكوندريا للدم، يروحوا للاكسترا هيباتيك تيشوز. الاكسترا هيباتيك تيشوز تقدر تكسرهم وتستخدمهم للطاقة، ومن أهم الحاجات دي سكيلتال ماسلز، هارت ماسلز، الرينال كورتكس، والمخ. المخ في حالات اللونج ستارفيشن ممكن يوصل لدرجة إن 75% من الطاقة بتاعته هتجيله من الكيتون بوديز، وده بيبقى يعني في البرلونج ستارفيشن بيبقى ليهم كمان الأولوية عن الجلوكوز والفري فاتي أسيد. الستيبس اوف كيتوليسيس، الأسيتو أسيتيك أسيد، أسيتو أسيتال، أسيتو أسيتيت مثلا كان بي أكتيفيتد باي تو رياكشنز علشان أنتج أسيتو أسيتال كو إيه. واحد منهم ميجور باثواي بستخدمه أكتر من التاني، والتاني ماينر. الميجور ده كان السايفريز بالاسم الطويل اللي قلناه في الفيديو، بينقل الكو ايه من السكسنال كو ايه للاسيتو اسيتيك عشان دي اسيتو سايد كو ايه. التاني ده هيبقى فيه سنسيتيز، هيستخدم اي تي بي طبعا، وهيبقى فيه كو ايه عشان هي اللي هيركبها وبس كده. البيتا لو انا بقى داخل لي كيتون بادي فلود بيتا هيدروكسي بيتريت، هو هنا كاتب ان في ليميتد باس واي، ان ممكن يحصل اكتيفيشن يعني من بيتا هيدروكسي بيتريت لاسيتو اسيتيل كو اي على طول بانزيم سنسيتيز، ولكن ده ليميتد باث واي. ولكن بيقول لك بقى الكونفرجن تو اسيتو اسيتيت فولود باي اكتيفيشن از مور امبورتنت، يعني هي اللي بتحصل بشكل اكبر. الاسيتو اسيتيل كو اي هفكوا الاثنين اسيتيل كو اي، ودول هيدخلوا الكريبس بس كده. البايو انرجيتكس، واحده اي تي بي في العادي بتستخدم في تحويل السكسينيل كويل لساكسينيت، وديت بما ان انا تقدر تقول خطفتها واستخدمتها مع انزيم السايفريز، فالجي تي بي دي يحسبها كالوس. وهنا الكلام ده مفيش اي جديد عن اللي في الفيديو اللي هو الطاقة، محتاجين نعيده. الكيتوزس increased level of ketone bodies in the blood، اعلى من النورمال ليفل، ده هيعمل لك كيتونيميا، ولما مستواهم في الدم يزيد هعمل لهم اكسكريشن طبعا بشكل اكبر، وده هينزل لي كيتون بوديز زياده في اليورين، كيتون يوريا. والعادي بتاعهم اقل من 1 مللي جرام في اليوم، يعني ده الطبيعي. لا في الكيتون يوريا الموضوع هيزيد. تمام. الكيتو اسيدوزس دي نوع من الميتابوليك اسيدوزس اللي بتحصل بعد الكيتوزس، لما الكيتوزس تخرج عن السيطره. ماشي. كيتون بوديز دول مودريتلي سترونج اسيدز، فلما مستواهم يزيد احاول اقومهم بالبافرنج سيستم اللي موجود في البلود، اللي هو هيكون عن طريق البايكربونات، الصوديوم بايكربونات هيتفاعل معاه ويتعادلوا معاه، يعني مع الوقت هيحصل ديبليشن للبايكربونات ومش هتبقى في حاجه تقاوم، فبالتالي البلود بي اتش هيزيد، وكل الكلام ده قلناه في الفيديو. Decreased pH may cause transfer of K ions للدم، إن ال blood إن الحموضية بتاعة الدم تقل، ممكن يزود لك خروج البوتاسيوم لبره، ده يعمل لك hyperkalemia. وفي severe cases of ketosis ممكن تحصل كوما زي ما قلناها في الفيديو بالظبط، بالذات بقى عند الناس اللي عندها uncontrolled diabetes، ده ممكن يبقى fatal، ممكن يموتوا فيها. تمام. تمام. امتى بتحصل كيتوزيس؟ في الاوقات اللي فيها هاي ريت اوف فاتي اسيد اوكسيديشن.
ده يخلي الليفر ينتج اماونتس كبيره من الكيتون بودز. كل الكلام ده قلناه في الفيديو. ده ايه الحالات اللي ممكن تحصل فيها كيتوزيس؟ منها نون باثولوجيكال ومنها باثولوجيكال. النون باثولوجيكال ستارفيشن، ستارفيشن ده مش مرض، ده انت مش بتاكل وخلاص استنزفت كل الكربوهيدرات اللي متخزن عندك، فانت هتلجأ للليبوليسس والديتوكسيديشن بعدها. او ان انت الدايت بتاعك بيبقى هاي فات لو كربوهيدرات، وهنا وصف لك ارقام يعني كام في المية المفروض يبقى توزيع المكونات بتاعة الدايت علشان تدخل في حالة كيتوزيس. تمام. بعد النقطتين دول الحاجات النون باثولوجيكال اللي ممكن تعمل كيتوزيس او كيتو اسيدوزيس، يعني سيفير اكسرسايز ان ذا بوست ابسوربتيف ستيت، ديت هي الفاستنج ستيت يعني. فانت في الفاستنج ستيت انت ما بتاخد، انت ما بتاكلش جلوكوز من بره. السيفير اكسرسايز هيخليك تستنزف كل المخازن اللي عندك، يعني نوعا ما مش هتعمل تعمل جلوكونيوجينيسيس، فهتتجه للفورميشن اوف كيتون بوديز. برلونج ايسر انستيزيا يعني ده نوع من انواع التخدير. كان في كلام كتير يعني، هو الموضوع ده موضوع ابحاث اظن، في كلام كتير ان هو بيقلل ليفل الجلوكوز في الدم، ده بيخليك تضطر تعمل كيتون بوديز وممكن تتطور لكيتو اسيدوز. باثولوجيكال كونديشنز زي بيتس ميليتس زي ما قلنا في الشرح بالظبط، مش محتاجين نعلق عليها. رينال جلوكوزيريا اند فلورايزن بويزنينج، الحالتين دول بطلع جلوكوز زياده في اليورين. رينال جلوكوزيريا ده خلل في الكليه بيخليها تطلع جلوكوز زياده في اليورين. فلورايزن بويزنينج، فلورايزن ده تقدر تقوله فارماكولوجيكال ايجنت، يعني دواء. اللي هو بيعمله ان هو بيمنع امتصاص الكدني للجلوكوز وانها ترجعه على الدم، يعني الدم بيدخل الكدني وهي بتعيد امتصاص بعض الحاجات المعينة اللي هي عايزة تعيد امتصاصها. الايجنت ده هيقلل اعادة الامتصاص دي، فبويزنينج معناه ان انا اخدت جرعة كبيرة قوي منه، فانا اخد جرعة كبيرة قوي منه هقلل اعادة الامتصاص بكمية كبيرة، هقلل كمية الجلوكوز في الدم خالص، فهشفت بقى تلقائي للطريق بتاع الكيتون بادز، وده هيعمل كيتون اسيدوزس في الاخر لما الدنيا تزيد. ميكانيزم عام بقى هو بيقوله لك، الليبوليسيس هتزود يعني ليفل الفري فاتي اسيدز في الدم، هيزود ليفلها يعني كمية اللي هتدخل بيتا اوكسيديشن، هيزود الاسيتال كو اي، هيزود الكيتوجينيسيس. فبالتالي الحاجات اللي هتتحكم في الليبوليسيس هتقدر تتحكم في درجة الكيتوزيس. على سبيل المثال الانسولين انتيكيتوتيك هرمون، يعني بيمنع الكيتوزيس ان هو بيدخل الجلوكوز وبيخليه يعتمد على الطريق الاولاني بقى البرايمري سورس اوف انرجي اللي هو الكارب، وهكذا يعني بيقلل التشفيت اللي عملناها في البيتا اوكسيديشن. الميتابوليك اوكسيدوز، الميتابوليك اسيدوزس ناتجه بشكل اساسي من ان البلاد بافرنج سيستم مش قادر يستحمل خلاص، يعني حصل ديبليشن فمش قادر يواكب الهاي ليفلز اوف اسيدك كيتون بوديز. وبس هو ده كل الكلام اللي هو ده كل الكلام اللي في الكتاب. نقدر دلوقتي نحل شويه اسئله بسيطه كده، اسئله سهله. الكيتون بادز بتتصنع من الاسيتون اسيتيك كويس اسيتيك اتش سي ال، الاثنين دول اصلا كيتون بادز في اشطبهم، الاتش سي ال اكيد اجابه غلط، فالاجابه الصح هي الاسيتيك كويس. لما ريت التصنيع بتاع الكيتون بادز يبقى اعلى من اليوتيلايزيشن، فانا بنتج اكتر مما بكسر، فالمستوى عندي بيعلى بقى. لما مستوى لما الليفل الكيتون بادز يزيد في الدم يبقى دي اسمها ايه؟ كيتونيميا. الإجابة صح. البول بتاع الشخص بيبقى فيه كميات غير طبيعية غير العادي من كذا كذا ساعة البرولونج فاستنج، يعني أنا صايم لفترة طويلة. زي ما قلنا في الشرح، أنت خلاص ما لا عندك جلوكوز، المخازن عندك لسه مفتها وأنت ما بتاكلش، فهتشفت للطريق التاني بيتا أوكسيديشن، بعد كده كيتون بوديز فورميشن، فليفل الكيتون بوديز هيزيد، هتخش في كيتوزيس، كيتون يوريا وهكذا.
كيتوجينيسيس بتحصل اساسا في الميتوكوندريا، دي قلناها في قلناها فوق عشان معظم كتير من الانزيمات او معظمها يعني موجوده في الميتوكوندريا. اورجانز اللي بتقدر تستخدم الانرجي بتاعت النرجة من كيتوجينيسيس، برينز كتل ماسل هارت اول اوف ذا ابوف، التلاته دول صح اول اوف ذا ابوف. انهي من الاتي كيتون بوديز؟ سيب اسيتيت، اسيتون، بيتا هيدروكسي بيتريت، التلاته. وبس كده، يا رب تكون كل حاجة وضحت، ومستنينكم في كل الفيديوهات الجاية بإذن الله. مع السلامة.